النهارده بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية استعدادها لأداء أعمالها خلال موسم الحج العام 2019 كل عام وحضراتكم بخير وده بتدشين برنامج تمام الحج بالتشارك مع عدة جهات حكومية للرقابة على المنشآت اللي صدرت ليها تأشيرات موسمية والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية والمؤقتة بإن العمالة تعمل في الأعمال اللي استقدمت استقدمت استخدمت من أجلها وبدورها تلقت وزارة القوى العاملة تقريرها عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض والأشار في الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي أن برنامج الحج بيعمل على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حول اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة البرية والبحرية والجوية وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جوده الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن